السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني. نتكلم اليوم عن حرف الخاء. الخاء تخرج من أدنى الحلق، أدنى يعني أقرب منطقة من الحلق إلى ظاهر الشفتين. أخ خا خو خي أخ، وهو حرف مهموس، مهموس يعني يجري معه النفس وعند نطقه لا يهتز اللوتران الصوتيان. لو وضعنا هاتان الإصبعان هنا أو هاتين الإصبعين هنا نقول أخ أخ، يجب أن لا نشعر باهتزاز تحت إصبعينا. بعض الذين يقرؤون وخاصة الذين يرفعون صوتهم في الحفلات يعني في المحافل وغيرها يقول مثلا يخرج منه يخ، فيخرج يخرجونها بضغط على مخرجها وكأن فيها صوت يشبه الشخير، هذا لا يصح، وهم يفعلون هذا ليحتفظوا بما استطاعوا من النفس في الرئتين ليكملوا به المقطع لأنهم يبالغون، والله ما أمرنا بذلك. نقرأ بهدوء ونقرأ كما هو منقول من غير رفع زائد للصوت ولا ضغط لصوت الخاء. يخرجون وإخراج أهله، فهكذا هو صوت الخاء، مستعل مفخم، خاء مهموس، رخو رخو يعني يجري معه الصوت من غير تكلف ومن غير كما ذكرت هذا الصوت المضغوط الذي يشبه صوت الشخير. بارك الله فيكم.